السلام عليكم. بدأ تسجيل المحاضرة. محاضرتنا اليوم لجروب أي، محاضرة السابعة، محاضرة الووتر باث، محاضرتنا لمادة الأجهزة الطبية للمرحلة الثانية. تكلمنا بالمحاضرات السابقة عن أجهزة التعقيم. قلنا أجهزة التعقيم هي أجهزة من الأجهزة الطبية اللي تستخدم بتعقيم المواد والأجهزة والمعدات اللي نستخدمها. بعدها تحدثنا عن أجهزة العلاج الطبيعي. ذكرنا من عندها الواكس باث، ذكرنا من عندها الدايثيرمي وإلى آخره. وشرحنا عن جهاز يستخدم كمشرط جراحي وهو من تطبيقات الدايثيرمي. اليوم راح نشرح عن جهاز اسمه ووتر باث. من تسمعون بي ووتر باث، شو يتخيل لكم؟ يعني شنو تجيكم فكرة أو تصور عن الووتر باث؟ رقم 2002. نعم دكتور. سألت سؤال تقدر تجاوب عليه؟ دكتور يعني التحقيم التعقيم. وش جيد. فكرته؟ 187. الطلاب اللي راح أصيح اسمه وما راح يجاوب راح ياخذ ماينس 1. 159. نعم دكتور، ما عندي معلومة. اوكي، ماكو مشكلة، شكرا. 111. 95. 111 نعم ماينس دكتور. 111 ماينس 1. ايه، سألت سؤال عندك جواب عنه؟ دكتور هو عبارة عن حمام مائي. ايه نعم. صحيح كلامك. بعد عندك فد تصور عن عمله من اسمه؟ يعني بعد ما احنا اخذنا كل هاي الاجهزه نقدر نقوم نعرف من اسم الجهاز نعرف مبدأ دكتور عمله. جاوبه. نعم، جيلد. ما يقال شيء. 94. نعم دكتور. ايه، عندك جواب للسؤال؟ دكتور هو جهاز استخدم التعقيم بالحرارة. تعقيم بالحرارة. زهراء دكتور علم، جاوي استخدم المي كوسيلة نقل الحرارة. شكرا جزيلا. زهراء علي فاضل، رفعت ايدك. نعم دكتور. دكتور هو ايه عبارة عن حاوية يمتلئ بالماء الساخن عند درجة حرارة معينة جيد. تستخدم للتعقيم. استخدم للتعقيم. 0-3. اي، رفعت ايدك. رقم 3. دكتور هو يستخدم العلاج الطبيعي، يعني للعلاج العضلات أو الألياف التليفات، مو تمام دكتور؟ شكرا جزيلا زهرة علي فاضل، بلس 1. شكرا لك. بعد من عنده جواب؟ رقم 73. رقم 89. 73، 89 ماينس 1. غدير. نعم دكتور. اي، 89. عد الجواب. هو يستخدم التعقيم بالحرارة. شكرا جزيلا غدير. غدير جميل. ألي دكتور غدير، عد الجواب للسؤال. عندي جواب للسؤال دكتور، بس أنا ندى يفصل عندي والله كل ساعة. جيد، تقدرين تجاوبينه ما دام النت موجود؟ ايه، رقم 8، رفعت ايدك. دكتور استخدم تسخين مواد كيميائية. جيد، ايش ما ادريك بهاي المعلومة؟ مين عرفت هاي المعلومة؟ سامحها قبل نعم، سامحها
سامعها مين؟ من السادس. انا صنع اجهزه طبيه. نال الفكرة. شكرا شكرا لك. بلس وان مثلا اي 75. دكتور، وظيفته التحكم بدرجة الحرارة ويقوم بتسخين العينات. يقوم درجة بتسخين. حرارة ثابتة. شكرا جزيلا. 75 انت يا ام صناعة. نعم دكتور. شكرا. جهاز الووتر باث من اسمه حمام مائي، معناته انه احنا عندنا مي ودرجة حرارة معينة، هاي بس من الاسم يعني المفروض احنا راح نعرف ايش يسوي هو. فالمفروض انه ان شاء الله احنا هندسة، فالمهندس عنده تفكير يسبق الاخرين وعنده تصورات مختلفة افضل من الاخرين بمجال عمله طبعا. فبما ان الووتر باث هو جزء من مجال عملنا، فالمفروض انه احنا عندنا تصورات مسبقة عنه. الووتر باث جهاز بيسوي لنا حمام مائي. الحمام المائي معناته هو دي يسخن لنا حرارة، يسخن لنا حرارة ويثبتها على درجة معينة. الخطأ اللي وقعوا بيه أغلبكم وقالوا إنه هو جهاز يستخدم للتعقيم، نفس الخطأ اللي وقع بيه اللي سوى هاي الملزمة. اللي سوى هاي الملزمة بسبب إنه ما أعرف عدم خبرته بالمجال العملي أو الميداني أو إلى آخره، ارتكب خطأ وكتب It's medical instrument used in sterilization or sterilized by the heat by the use of water as a media of heat transmission. يعني هو جهاز طبي يستخدم بالتعقيم ويستخدم الماء كوسط ناقل للحرارة. اللي جاوبوا جواب يعني قالوا عن التعقيم، قريتوه من الملزمة لو يعني جاتكم فكرة عنه لا دكتور، يتبادل من الملزمة؟ لا لا فكرة. ها من الملزمة. فهنا أنا نشوف أنه المعلومة الخاطئة شلون أدت إلى جواب خاطئ وأدت لنا إلى مشكلة. هذا التعريف خاطئ 100% والوظيفة غلط. هذا التعريف ما ينحفظ ولا توصلون يمه. بما أنه هسه إحنا دا نحكي على ووتر باث، خلنا ناخذ بالبداية التعريف مالته، ناخذ بالبداية أنواعه، مبدأ عمله أو وظيفته هي شنو. فراح نغير البرزنتيشن من المحاضرة إلى الوورد الخاص اللي حاليا دا نسوي لكم. بين عندكم؟ نعم دكتور. جاي. نجي هنا على تعريف جهاز الووتر باث. ووتر باث اولا قلنا اهم شيء عندنا التعاريف بالهندسه، اهم شيء التعريف، لان التعريف هو اللي يفصل حقيقه ما بين جهاز واخر. التعريف هو اللي يفصل لنا مثلا ما بين ال 3 جي وال 4 جي. هسه انتم عندكم دي ينزل ال 4 جي، دي ينزل عندنا بالعراق، انه شنو الفرق ما بين ال 3 جي وال 4 جي؟ راح نعرف. هذا التعريف راح يعطينا مفهوم واضح ومفصول سيبريتد عن ماهية ال 3 جي وماهية ال 4 جي. فهسه بالتعريف مال الووتر باث يقول اتس الابريتوري اكويبمنت. هاي نقطة جدا مهمة بالملزمة، يقول هو ميديكال لابريتوري اكويبمنت، يعني هو جهاز مختبري وليس جهاز طبي، وما يستخدم مثلا بالعملية الجراحية، ما يستخدم لمعالجة مريض، ما يستخدم لأي شيء ثاني. هو جهاز بالمختبرات البحثية يستخدم مختبرات الميكروبيولوجي، يستخدم بزرع البكتيريا وإلى آخره. فهو laboratory equipment، هاي نقطة جدا مهمة، which can heat up water to a desired temperature as well as maintain it. يستخدم لتسخين المياه إلى نقطة حرارة مرغوبة ويحافظ على هذا الشيء. أهم فقرة بالووتر باث أنه هو يحافظ على درجة حرارة معينة. It's used to incubate samples. يستخدم حتى يحضن عينات، أو يعني شنو يحضن عينات؟ incubate إحنا عندنا
بالعربي معناتها يحضن، بس هو معناتها خلينا نقول انه ينمي او يعطي بيئة حاضنة مرغوبة للعينة اللي دا نريدها. لو فرضنا عندنا عينة مال البكتيريا، فالبكتيريا تنمو بدرجة حرارة معينة، فاحنا دا نحضنها ونوفر لها درجة الحرارة المرغوبة اللي هي تحتاجها حتى تعمل او حتى تنمو او حتى تتكاثر. او عندنا تفاعل كيميائي، التفاعل الكيميائي يجري بدرجة حرارة معينة، احنا دا نوفر درجة الحرارة المعينة حتى يصير التفاعل الكيميائي. فاحنا انكيوبيت، دا نوفر بيئة حاضنة لهذا الشيء اللي نريده. انكيوبيت سامبلز، العينات، in water at constant temperature over a long period of time. يعني احنا دا نحضن العينات بالماء بدرجة حرارة ثابتة لفترة طويلة، ممكن التفاعل يطول 6 ساعات 7 ساعات، احنا نريد نحافظ على الحرارة هاي لمدة 6 ساعات. هذا التعريف. من التعريف هسه احنا قدرنا نفهم هو شنو، مبدأ وظيفته شنو، مبدأ عمله شنو. بقت بس اجزاء احنا ك يعني هندسة نقدر مجرد ما اخذت التعريف راح افكر شنو الاجزاء الهندسية اللي نقدر نصمم من عندها هيك جهاز. يقول لك all water baths have a digital or analog interface. كل اجهزة الووتر باث اما بها ديجيتال انترفيس يعني دقم وشاشه وعدادات، او انالوج انترفيس اللي هي نوبات وسويتشات والى اخره. To allow user to set a desired temperature، تسمح لنا او تعطينا سماحيه للمستخدم حتى يحدد الحراره اللي يريدها. For general clinical laboratory use، constant temperature water baths must offer variable temperatures control from plus 5 centigrade above ambient temperature 200 سنتيجريد. يعني للاستخدام المختبري العام الحرارة الثابتة اللي وفرنا اياها الووتر باث لازم تعطينا سماحية بتغيير الحرارة من زائد 5 فوق الحرارة الطبيعية او فوق حرارة الغرفة. حرارة الغرفة خلينا نقول 25 حرارة المختبر، لازم نقدر نتحكم من زائد 5 إلى 100، يعني من 30 إلى 100. جوا الـ30 احنا ما راح نحتاجها، احنا حرارة الغرفة اصلا 25 نقدر نحطها بالهواء الطلق او نقدر نحطها بالروم تمبرتشر. فاحنا لازم فوق درجة الحرارة مال الغرفة وخمس درجات الى حد المية. With accurate control plus minus 0.2 centigrade. يعني من لازم يعطينا دقة بالحرارة، انه احنا من نريد الحرارة 45 يعطينا 45 زائد ناقص 0.2، 45.2 44.8، هذا الماكسيمم مال الايرور عنده. اعلى من المية لازم نستخدم غير اجهزة، اعلى من المية لانه المي بجيد يتبخر. مية المي يتبخر بمية، فأعلى من المية إحنا لازم نستخدم مواد ثانية مثل الساند باث، السيليكون باث، حمام الرمل، حمام السيليكون وإلى آخره. بالنسبة لحمام الرمل، أحد شايف حمام رمل بحياته؟ لا يعني هيج حياتكم قصيرة بحيث ما حد بيكم شارب قهوة بالشارع؟ شاربين قهوة بس شلون صاير هذا الجهاز ما لا ما شايف ابو القهوة من عند تخت رمل ويحمي عليه القهوة؟ شايفين شلون ما شايفين دكتور في قضية؟ اي شايفين خلاص عاد دكتور شايفين احنا حصو مو رمل. حصو رمل بس يعني اكو يستعملون الرمل بعض شوية الاكشاكل او العرباين اللي شوية مطور بشغله. الرمل هو ساند باث يعني حمام رملي. ساند باث هو دي يحمي الرمل، والرمل يحتفظ بالحرارة لفترة طويلة ويحافظ لنا على درجة حرارة معينة مو متغيرة مثل حرارة الطباخ اللي تصعد وتنزل حسب الهواء. فهذا ساند باث بس نستخدمه بتسخين القهوة وتسخين الشاي وإلى آخره. الحرارة بما أنه هي نحتاجها فوق المية فإحنا ما نقدر نستعمل ووتر باث لهالفقرة.
فنستخدم له ساند باث. نرجع لملازمتنا. انواع الووتر باث. الووتر باث نقدر نقسمه الى طريقتين من التقسيم. تذكرون من ذكرنا انه احنا نقدر نقسمكم الى بنات وولد، نقدر نقسمكم الى قسم داخلي ومو قسم داخلي، نقدر نقسم عدة تقسيمات. فهنا أنا لا، راح نقسم الووتر باث الى طريقتين من التقسيم. الطريقه الاولى it can be classified based on working modes، حسب مبدا العمل او حسب وضعيات العمل مالته. فاكو من عندك ثلاث انواع. الاول circulating water bath، الووتر باث حمام المياه الدوار او الاسترار يسموه في بعض الاحيان بالمختبرات. هذا الووتر باث فكرته انه يداور المي احنا حاطينه بداخل المي. المي هذا ياخذه يحميه ويرجعه، ياخذه يحميه ويرجعه بحركه مستمره ما تنتهي لحد ما ينتهي الوقت مالتك العداد. الفكره من عندها شنو؟ خلينا نشرح تعريفه وبعدين نسالكم عن ليش نسوي هذا الشيء. Are ideal for application when temperature uniformity and consistency are critical. هو مثالي ومطلوب في التطبيقات اللي نحتاج بيها حرارة متجانسة ومستمرة وثابتة. التطبيقات اللي تعتمد على هاي الصفات من الحرارة نستخدم لها هيك شيء من الأجهزة، such as enzymatic and serologic experiments، مثل التجارب اللي تعتمد على الأنزيمات وإلى آخره. Water is truly circulated throughout the bath resulting in more uniform temperature. الماء يتداور دائما بداخل الجهاز حتى يوفر لنا حرارة متجانسة. ليش نسوي هذا الشيء؟ ليش نداور الماء؟ دكتور حتى يعطينا درجة حرارة مستقرة يعني؟ صحيح، بس عندك المبدأ الفيزيائي ليش؟ تكون امتحان اليوم؟ يحافظ على درجة الحرارة متساوية؟ لا ما عاد من دكتور. لا عاد ليش الكل مطفي اليوم؟ مع العلم جهاز كلش بسيط. دكتور يحافظ على درجة الحرارة متساوية؟ اوكي، شلون دا يسوي هذا الشيء؟ فيزيائيا يعني شلون دا تصير هاي الفقرة؟ دكتور يعني قصدك على حركة جزيئات؟ مي نفسه يتحرك. هسه حشوفك اياه للفيديو، خلينا نشوف الفيديو. circulating water bath، خلينا نشوف الفيديو شلون دا يشتغل. هذا حمام ووتر باث، دي يجربوه طبعا، دي يبيعوه. دي تشوفون الماء شلون دي يتحرك بالداخل؟ واضح هذا الماء دي يتداور، يعني الماء مو ثابت. هاي هي تعتقد الصورة واضحة، الماء دي يتحرك مو من جراء حركة ايد الشخص، بس عندنا ماطور هنا يسحب ماء ويرجع، يسحب ماء ويرجع يداوره. دكتور اعتقد هذا من جاي حركه يعني جاي يخلي موازنه بين درجات الحراره، اي شلون موازن بالنواحي مالته مال الحوض. اي يعني هيك انا اقول بعد ما انا اي لا اقتربت انت من الجواب يعني بعد. دكتور بالحركه عمود ليه يتبخر المي بسرعه؟ يعني تقريبا ما له علاقه دكتور الحركه تولد حراره بين جزيئات الماء، يعني اوكي بس ما توصل الحراره لهالدرجه، واحنا الحركه مالتنا بطيئه، يعني مو حركه تولد ان حراره توصل للتبخر مثل اللي يولدها المايكرويف. لا حركتنا شويه ابطا. اتوقع تعتمد على نوع الغطاء اللي بالجهاز. تعتمد على نوع الغطاء. اكو حد بعد عنده جواب؟ اكو حد عنده فكره؟ حلو. الووتر باث تونا نقول انه احنا رايدين حراره متجانسه
ومستمرة وثابتة. حرارة المجان ايش تعني؟ تعني انه كل انحاء الخزان، كل انحاء المي اللي بالخزان لازم تكون حرارتها متساوية. هذا الشيء من مستحيل انه نسويه بالمي الساكن. ليش؟ لانه عندنا الهيتر دا يحمينا جهة واحدة بس من المي. الجهات الثانية اللي هي معرضة للهواء، معرضة للأسطح الباقية، راح تكون حرارتها أقل من حرارة المي اللي دي الملامس لسطح الهيتر. فإحنا شو نسوي؟ نخلي المي الملامس لسطح الهيتر يسخن ونداوره رجعه للووتر للخزان، وناخذ مي ثاني درجة حرارته أقل ونداوره وهكذا. فإحنا راح نداور كل المي لحد ما كل المي حرارته تتجانس. شلون دكتور من نجيب قدر دكتور نخلي بيه ماي بارد ونخلي له ماي حار ونظل ندور بينا من لحد نخلي ما يتجانس، حتى تتجانس الحرارة ويفور كله سوية. بس احنا هنا نريد درجة حرارة جدا دقيقة، فنتحكم بسحب المياه ودفع المياه، نسحب شوية بارد. يعني هو ما نعرف احنا منين بدنا نسحب، بس احنا المهم راح نسحب مي شوية أبرد من المي اللي كان يم الهيتر، نوديه للهيتر يحمى، نرد نرجعه، نرد نسحب غير مي، وهكذا لحد ما راح نسحب كل المي وندخله على الهيتر ونرجعه بحركة مستمرة تضمن لنا انه الحرارة تكون متجانسة. هذا السيركوليتنج ووتر باث. النان سيركوليتنج ووتر باث اللي هو من اسمه نان سيركوليتنج، يعني ما راح يدور المي. This type of water bath relies primarily on convection instead of water being uniformly heated. Therefore, it's less accurate in terms of temperature control. In addition, there are add-ons often that provide steering to non-circulating water baths to create more uniformity heat transfer. إحنا هذا جهاز non-circulating قوري عادي مال البيت. بقور المي من تفوروه شو تشوفون؟ ما حد واقف فوق قور المي دي يفور وشايف شو دي يصير؟ بخار. قبل البخار. بخار. قبل البخار. غليان. دكتور مثل الغليان. قبل الغليان. هو الغليان شنو يعني؟ لحظات ما قبل الغليان شو يصير عندنا؟ دكتور احنا مثل من الحمل الحراري. دكتور يقوم يطقطق هيك تقريبا صحيح، وماخذيها بالحمل الحراري بالسادس او خامس اتذكر، انه المي اللي ملامس لسطح القوري اللي يتعرض لنار راح يسخن اكثر من المي اللي هو فوق. فايش راح يصير بي؟ من يسخن يصير اخاف يصعد لي فوق، والمي الفوق ابرد ينزل لي جوه، هاي الحمل الحراري. فهذا ايش راح يخلينا نشوف قدام عيننا للي مراقبين واقف قدام ينتظر قوري الشاي يفور ويفضها عاد، راح نشوف انه اكو فقاعات تصعد وتفتر وتنزل، تصعد وتفتر وتنزل، حمل حراري دا يفتر قدام عيننا. هذا الجهاز يعتمد على نفس المبدا. الهيتر عندنا جوا، المي الملامس لسطح الهيتر راح يبدي يحمى، راح يبدي يفور يطلع فقاعات، او هو نفسه يسخن يصعد لي فوق، المي البارد ينزل لي جوا، هاي يسموه حمل حراري. ده يتداور المي بس بصوره طبيعيه ميكانيكيه فيزيائيه بدون تدخل من عندنا. هذا التداور صحيح راح يخلينا شويه المي يتجانس، بس اقل من تجانس المي اللي احنا كنا بنداوره بالماطور. مثل هذا ما نستخدمه بالمختبرات او بالاختبارات الدقيقه اللي تحتاج تجانس حراره، نستخدمه بالاختبارات البسيطه اللي تحتاج حراره معينه لفتره من الزمن. بعض الاحيان يضيفوا له استرر او فد شيء معين يخلي المي يهتز او يتداور مثل الدوامه. هاي الحركه اللي راح تخلينا المي يهتز او يتداور مثل الدوامه تؤدي لنا عمل الماطور اللي كان يداور لنا المي، بس تؤدي عملها بشكل افضل من العادي واقل من الووتر باث الدوار. هنا هاي اخر جمله، انه اكو اضافات تعطينا حركه ستيرنج، يعني خلط
تؤدينا إلى حرارة متجانسة أكثر. النوع الثالث اللي هو shaking water baths. This type of water bath has extra control of shaking, which moves liquid around the shaking, which move liquids around. يعني تحرك لنا السوائل داير مداير المادة اللي إحنا رايديها. This shaking feature can be turned on or off in microbiological practices. Constant shaking allows liquid grown cell cultures grown to constantly mix with the air. الشيكينج شنو هو؟ الشيكينج هو ترباث كونتينر مال ماي عادي بداخله كونتينر صغير. الكونتينر الصغير اكو موتور جوا يوديه يمنى ويسرى. شيكينج يعني حركة اهتزازية. هاي الحركة الاهتزازية راح تفيدنا بشغلتين. راح تفيدنا اولا تخلينا شوية يونيفورمتي بالحرارة، يعني لو فرضنا ان الووتر باث مالتنا مو سيركولاتوري راح تخلينا يونيفورمتي بالحرارة، الحرارة تكون شوية متجانسة اكثر. راح تخلينا المواد اللي محطوطة بعينات داخل الووتر باث تتحرك تهتز وتتعرض لهواء اكثر. هذا طبعا يفيد ب انكيوبيتنج سيلز، يعني الزراعة يسموها، شايفين يقول لك زراعة بكتيريا وزراعة الآخرية أو زراعة الخلايا، إنه نحط الخلايا بوسط معين بدرجة حرارة معينة إحنا نريدها. والحركة الاهتزازية راح تحرك الخلايا بحيث تتعرض للأكسجين بشكل أكبر. خلينا نشوف الفيديو حتى نفتهم إيش دي يصير أو شلون دي يصير هذا الشيء. هذا الفيديو حاليا واضح؟ طلاب الفيديو واضح لو لا؟ دكتور ما هذا دكتور بس صورة ماك يعني فيديو. جيد، هذا ووتر باث، شيكينج ووتر باث، هاي الحركة الاهتزازية. هذا حوض مي، بطن حوض مي، ده يحرك لنا هاي العينات اللي احنا نريد نسوي لها انكيوبيتنج. الفيديو جدا بسيط. هاي العينات مفتوحة دا تتحرك دا تهتز تتعرض للهواء أكثر، الحرارة دائر مدائرها متجانسة أكثر وإلى آخره. بعض المحاليل الكيميائية تتطلب حركة على مود تختلط بشكل أفضل وإلى آخره. هذا ووتر باث اعتيادي من نوع إحنا هسه رح نشرح عنه. مجرد تانكر مال مي داخله مي وبداخله هاي العينات اللي نريد نسوي لها انكيوبيتنج. فهو ما يستعمل للتعقيم لانه المي بيغلي بدرجه حراره شقد 100 والخلايا ما تموت، بعض الجراثيم ما تموت بهاي درجه الحراره، فما يستعمل للتعقيم. بالاضافه لانه المي اللي يغلي يغير لنا من خواص المواد، فراح يأثر لنا على عملهم، راح يأثر لنا على المواد اللي بها ميكانيكية مثل المقص وغيرها، فما يستخدم نهائيا بالتعقيم. يستخدم بالتعقيم فقط بالبيوت من يعقمون ممات الطفل قبل لا يطو حليب. هذه الطريقة الوحيدة نستخدم بها المي بالتعقيم. حاليا ما يستخدم نهائيا بالتعقيم بالأجهزة الطبية. مش نستخدم بالتعقيم بالأجهزة الطبية؟ الأوتوكليف دكتور، الأوتوكليف والأوفن. ايش قد حرارة السماد؟ دكتور عيد السؤال، ايش قد حرارة الأوفن؟ الدكتور منه يمكن 200 فما فوق. أو وش قد حرارة الأوتوكليف؟ الأوتوكليف 150 إيشي 130 تقريبا، 120 أو 130 140 بالزايد. شكرا. ذن الجهازين هن اللي نستخدمهم بالتعقيم. واحد من عندهم حرارته جدا عالية توصل ل 350، وواحد من عندهم يوفر لنا حرارة وضغط عالي بحيث يقتل لنا كل الخلايا.
فخلنا نرجع للملزمة. هذا الشيكنج ووتر باث شرحنا عنه. اكو تصنيف ثاني مثل ما قلنا احنا ذا نصنفكم بين ال ولد وبنات والى اخره. اكو تصنيف ثاني حسب موقع الهيتر، حسب موقع الهيتر تصنيف ثاني. Another classification based on heater location. اولا الاكسترنال وثانيا الاميرشن. الاكسترنال هنا الهيتر يكون اسفل الووتر باث بس خارج التانكر، يعني مو من ضمن مو بداخل التانكر. فايش راح يصير هنا؟ Where heater is located in the lower part but outside the tank. الهيتر موجود اسفل الجهه، اسفل التانكر بس برا التانك، يعني تانك المي. It's protected by insulating material، طبعا محمي بماده عازله حتى نمنع الحراره انها تتشتت ونفقدها. It's a transfer heat to the body of the tank then to the water. هذا الشيء راح يخلينا الهيتر ينقل لنا الحراره للتانكي، اول شيء سطح التانكي، وسطح التانكي راح ينقل لنا الحراره للووتر للمي. النوع الثاني هو الاميرشن الغاطس. هذا هنا الهيتر لا موجود بنص المي بداخل التانكي، بس الهيتر طبعا لازم يكون معزول حراريا، عفوا معزول كهربائيا وموصل حراريا. Where heater is insulated inside a tube، طبعا نعزل الهيتر بداخل التيوب. And located on the lower part of the container in direct contact with the water، موجود بتماس مباشر مع المي. فإذا تذكرون الصورة اللي شفناها هذه، هاي الصورة، هاي الصورة الهيتر external لو internal لو immersion، يعني دكتور النوع اللي يكون بالنص الهيتر وين بالنص؟ يعني هسه انت تشوف الصورة، صورة واضحة يمك؟ الصورة واضحة يمك؟ واضحة واضحة دكتور. دكتور انترنال، احمد يقول انترنال بعد. ليش احمد انترنال او ليش اميرشن يعني الغاطس؟ داخل دكتور الهيتر، داخل الجهاز، الهيتر داخل الجهاز. منو عنده رأي ثاني؟ دكتور الهيتر داخل الجهاز لان يحمي ماي احسن من الهيتر خارج يصير تحت الحوض. بعد منو بعد عنده رأي ثاني؟ دكتور راوينا الصورة الثانية حتى نحاول نطلع الفرق. يعني هو الصراحة واضح من الشكل دكتور سوى هذا مبين داخل. مبين داخلي. الصراحة يعني معلوماتكم أو خبراتكم ويا مو ويا الأجهزة الطبية، ويا أي جهاز بصورة عامة جدا ضعيفة. رحم الله والديك دكتور. والديك. يعني هذا الشيء يبين لي انه اغلبكم ما مصلحين جهاز، اغلبكم ما واصلين، ما فاتحين فد كونتينر معينه وشايفين جهاز ثلاجه، ما فاتحين بيكم واحد مثلا فريزر، لان هذا الجهاز المصلحين راح يعزلون ويقعدون. هذا الجهاز external، هذا الجهاز external. شلون عرفنا external؟ الهيتر ما موجود، هاي مو هيتر، ذني مو هيتر، هاي أضلع. هذه هاي اللي تشوفوها، هاي هيك صايرة، هاي ريبس، أضلع أضلع من مادة التانك نفسها. هاي الأضلع تحتوينا الهيتر اللي جوا. حاليا اكو هيتر جوا شكله هيج، شكله هيج. هاي الاضلع تجي تقعد فوقها، فكرتها انه هي تزيد المساحه السطحيه للحراره.
هايدا زيد المساحة السطحية للحرارة. لو كانت عندنا هذه فلات، توتالي فلات، هاي الرقعة فلات، لنفرض مساحتها 100 سنتيم، افتراض 100 سنتيمتر مربع، من نضيف لها الأضلع راح تكون مساحتها 120 سنتيمتر مربع. هاي ال 20 سنتيمتر إضافية اعطتنا 20% أداء إضافي من الحرارة، فوظيفتها زيادة المساحة السطحية وتلامس الماء مع الحرارة. هذا مو الهيتر. الهيتر اللي هو هذا طبعا فور شو، يعني مو جهاز طبي، هذا هيتر من نوع اميرشن. هذا يات الهيتر، هذا طبعا المفروض يعني وايراته، وهذا الكويل مالته، وهاي الانبوب مالته العازل، ويرجع. هذا هيتر اميرشن. سو واضحة؟ واضح دكتور. هذه نفسها الأضلع تشوفوها بالربس، هاي اللي شرحت عنهن، نفسها اللي تشوفوهن بالثلاجة، بالفريزر. شو ما شايفين؟ شابيها بالفريزر دكتور. خلاص لا دكتور احنا عشان وصلنا تحس. طلعنا دراجة ها مفسخة دكتور. اي لا عاد، ما دام الدراجه مفسخه غير تعرف الربس اللي تستخدم للتبادل الحراري. مثلا انت حتى بالدراجه عندك، اذا الدراجه من هاي الصغيره اكو اضلع تصير على الماطور، يعني على المحرك، تشتت حراره، تزيد المساحه السطحيه للتبادل الحراري. مو لو فهسه عندنا هذا الاكسترنال وهذا الاميرشن، لهنا تنتهي هذه مو الملزمه، تنتهي الورقه الاضافيه اللي راح اضيف لكم اياها على الملزمه. نرجع للملزمه مال الدوره. قبل ان نبدا بملزمه الدوره، هسه من هذا الحكي كله اللي شرحناه وشفنا طريقة عمله وشلون ده يشتغل، شنو تتوقعون أجزاء الجهاز؟ أي جزء راح تذكرون راح تحصلون بلس 1. أي أحمد بسرعة، ثرموستات و دكتور تايمر أكيد دقيقة يا شباب، هنا أنا بدأ زغل، خلينا نسجل أحمد البلس 1. دكتور هيتر هيتر رقم تايمر دكتور فيوز 38 بلس 1 دكتور الكوت هو اللي قال لك. دقيقة دقيقة دقيقة، غطاء معدني دكتور، غطاء معدني يا رقم من بده يحكي رقم 3؟ دكتور دكتور الكوت اللي غلي في الجهاز، الكوت اللي غلي في الجهاز رقم 60. التايمر دكتور تايمر 95 رقم 97 ايش تقول؟ باور سبلاي. باور سبلاي صحيح، من بدي اقول باور سبلاي؟ 97. رقم 97. نعم. شكرا لك دكتور. فيوز مقاس حراره. فيوز مضبوط دكتور. مقاس حراره دكتور حاوي. مقاس حراره ثرموميتر. عندنا رقم 85 اللي يقول حوض المنيوم واسلاك وسويتش وفيوز دكتور. فاير جلاس، فايبر جلاس للعزل. ايش قد رقمك؟ ما مبين. رقم 2. شكرا دكتور. سويتش اون اوف. سويتش اون اوف يا رقم هذا اللي دا يقول 80 دكتور. رقم 80 شكرا. مجرد انه كنترول بانر همين، كنترول بانل بالتاكيد رقم 95. شكرا لكم طلاب. دكتور الزاد داخلية تكون لها ستانلس ستين لمود الصدى بالتأكيد على مود المي والصدى. فشكرا طلاب. مجرد ان احنا عرفنا تعريفه، عرفنا شلون ده يشتغل، راح نقدر نعرف اجزائه. وبما ان احنا عرفنا اجزائه وطريقة عمله، نقدر بكل سهولة نسوي له صيانة. اي شيء انت تعرف اجزائه
وطريقة عمله بكل سهولة راح تفكر وتعرف شلون تسوي له صيانة. طبعا صيانته بسيطة. هنا أنا نجي انه يقول لك اجزاء الووتر باث ميكانيكية وكهربائية. الميكانيكية كفر فايبر جلاس، اللي هو قلنا مو اسمه فايبر جلاس، اسمه جلاس وول، صوف زجاجي وليس الياف زجاجية. زين، جلاس وول اكسترنال فورم، الشكل الخارجي، كونتينر الحاوية، ورفوف. طبعا الرفوف شفناها شلون حاطين عليها السامبلز. الكود مصنوع من الالمنيوم والستانلس ستيل لكل الصفات اللي ذكرناها باقي الاماكن، مقاوم للصدمات، مقاوم للاكسده، شكله مربع على مود المكان. متكون من عده طبقات من ضمنها ماده عازله. هذا الحكي نفسه ينعاد مال الواكس باث وغيرها. فايبر جلاس اللي هي تسميه خاطئه، من عندها الصخري، من عندها الزجاجي، ارخص الى اخره. هذا الحكي نفسه. الكونتينر او التانكر في بعض الاحيان، تانكر لانه هو تانكي مال المي يعني، تانكر. هنا الكتابه شويه مزعجه بهذا البي دي اف. دكتور تنزلنا ملزمه معدله لو احنا نعدل. اي طبعا، لا 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 طبعا، لا طبعا ملزمه راح تنزل معدله. الكونتينر هي همينة مصنوعه its material must be formed very low conductive to heat such as. الله، شوف هذا الخطأ الكافر. احنا انا يقول it must be from a very low conductive to heat، لازم تنصنع من ماده جدا قليله موصليتها للحراره مثل الستينلس ستيل. احنا ايش نعرف عن الستينلس ستيل؟ موصل للحرارة، موصل جيد للحرارة، من أفضل يعني عدل النحاس والذهب، هو من أفضل الموصلات للحرارة الرخيصة عندنا متوفرة. فهي راح تنصنع من مادة عالية التوصيل للحرارة مثل الستينلس ستيل، مقاومة للصدمات، مقاومة للتأكسد إلى آخره. هنا ندي يقول لازم تحتوي على مواد معينة حتى نعقمها. هاي هنا هيك كلاوات، هاي ما لكم علاقة بها. هذا الحكي غلط. احنا تونا نقول انه هذا الجهاز ما يعقم. الرفوف، الرفوف طبعا هنا أنا وظيفتها مو انكريز ثيرمال كوندكتيفيتي. تذكرون بالمحاضره ذكرنا لكم ان الرفوف لها عده عمليات او لها عده وظائف. هنا أنا وظيفتها مو تزيد لنا التوصيل الحراري، هنا أنا وظيفتها بس تسند لنا العينات اللي راح نخليها فقط، حتى لا العينه تلامس سطح التانكر اللي هو حاليا بحراره عاليه بسبب الهيتر، لا تخلينا الانابيب او التيوبات بنص المي بس ما تلامس الهيتر. فهنا أنا وظيفتها مو هذا الشيء، يعني وظيفتها مو انكريز ثيرمال كوندكتيفيتي. هي صح مصنوعه من الالمنيوم والستنلس ستيل وبها ثقوب. الأجزاء الكهربائية مثل أجزاء أي شيء ثاني، power supply، heater، thermostat، thermometer، timer، fuse، control panel. وأكو إضافتين راح نسألكم عليها، المفروض فهمتوها من الشرح. الشيكر thermostat أو الشيكينج thermostat، عفوا الشيكينج water bath. الاهتزاز دكتور، شنو هذا الاهتزاز منين يجي؟ دكتور اكو اكو ماطور يعني محرك كهربائي، ماطور رقم 3. ايش تقول ماطور شنو؟ يصير جو الحوض دكتور، من يهتز هذا الماطور راح يوزع الحراره بين زوايا الحوض فيصير متوازي. يعني هسه قبل شوي شرحنا انه الشيكينج هدفه مو بس توزيع الحراره، الشيكينج هدفه هز المكونات اللي احنا حاطيها حتى نحقق حتى درجه حراره بالهواء دكتور. بالهواء دكتور، بالهواء يعني زياده انه تحصل هواء، خلط افضل الى اخره. المكونات الكيميائيه تحتاج اهتزاز حتى تنخلط. خو ما نخلطها بيدي يعني.
من يزرع خلايا تنمو فيخلطها تزرع إلى خلايا تحتاج أكسجين وإلى آخره، فهذا الشيكينج. أحد مفسخ فايب اللي مولد الاهتزاز بالموبايلات، أحد بيكون مفسخ موبايل؟ للأسف لا. الموبايل، عوف الموبايل خلاص إذا ما عندك. دكتور أنا مفسخ يده مال بلاي. يده مال بلاي بيها فايبريشن أكيد. نعم بيها مال اهتزاز. صار مثل الدائرة. دائرة وماطور، دائرة صايرة بشكل نصف دائرة الصراحة أو ثلاثة أرباع الدائرة، نعم دكتور. حتى تصير ما متجانسة، فمن تهتز من تفتر هذا عدم التجانس بالشكل راح يخلي لنا اهتزاز بسبب عزم القصور الذاتي الغير متجانس بهاي الدائرة. أو أكو نوع ثاني ماطور يحول الحركة الدورانية إلى حركة خطية. الماطور دائما حركته دورانية، إحنا نريد حركة خطية وليس دورانية، فهذا الماطور يحول لنا الحركة الدورانية إلى حركة خطية. التصاميم مالته يعني تشبه تصاميم الفايبريشن اللي موجود بالموبايل واللي موجود باليدة الجويستيك. ثيانتين دي يحول لنا الحركة الدورانية إلى حركة خطية. فنشوف بلكت نلقى فد شيء على الانترنت. موتور كونفرتينج سيركولر موفمنت تو لينير موفمنت. مثل هذا على الله يكون جي اي اف، لا مو جي اي اف، اوكي خلينا نشوف هاي الصوره. هذا ماطور لهاي الدائره، هاي الدائره هذا الماطور هنا، عجله الماطور موتور، هاي الروتري مال الماطور هنا، هاي الحركه الخطيه. هسه احنا هذا ايش يصير عندنا؟ حركته دورانيه هيك ديفتر. هذا ايش يصير عندنا بي؟ حركته خطيه بهالاتجاه بالاتجاهين. شلون تصير هاي الحركه الخطيه؟ هاي العجله اللي هنا طالعه من الماطور مكلبه بهذا الفراغ، من تفتر عندنا هذا ثابت يعني ثابت بحركتين وليس يروح يمنى ويسرى، لا ثابت بهالاتجاه هذا. من ده تفتر شو تسوي؟ تسحب وياها هاي العتله التركواز الى الاعلى، ومن ثم من راح تكمل فرتها؟ ما راح تقدر تفر هذا التيوب، لا راح تتحرك بداخله. فسي اول شيء من افترت لهذا الاتجاه شو سوت؟ سحبتها للاعلى، سحبتها بهاي الحركه. من حتكمل فرتها هي ايش راح تسوي؟ راح تدخل هنا، راح يرجع شويه يدخل للاسفل. من تكمل حركتها للاخير راح ترجع تنزل هنا وتتحرك هيك، راح ترجع بهذا الاتجاه الخندق اللي مسويه هي، راح يتحرك حركه للاسفل كامله، ومن ثم ترد تصعد، تصعد وياها الحركه الخطيه. فهذا التيوب هذا اللي لونه تركواز راح نأشره باللون الأحمر أو البرتقالي، هذا التيوب راح يتحرك للأعلى وللأسفل بسبب الحركة الدورانية اللي احنا ولدناها بهذا الماطور. واضحة هذه؟ شوف لكم فيديو إذا مو واضحة نقدر نشوف فيديو ونفض الموضوع. هاي دعاية، شكرا. مثل هذا هسه، هذا حركته دورانية راح يحرك لنا هذا العمود إلى حركة خطية. تشوفون شلون تصير الحركة؟ طلاب الفيديو واضح؟ تشوفون لو لا؟ واضح. هاي الحركة دورانية تصير إلى حركة خطية، نفس هاي الحركة الخطية نستعملها بالشيكينج ووتر باث.
نودي التانكر او الكونتينر يمنى ويسرى. طيب جزء ثاني موجود بالسيركوليتنج ووتر باث، شنو هو سيركوليتنج ووتر باث؟ اكفد مكون اضافي ما مذكور هنا. انا صمامات دكتور، صمامات بعد، صمامات ممكنة بعد. سيركوليتنج ووتر باث شلون دا يشتغل جان؟ سيركوليتنج ووتر باث طلاب، اكو هواي طلاب دا يدخلون ويطلعون من المحاضرة، راح يأثر على الحضور مالتهم. اي من يتذكر هسه الشيكينج شرحناه، النان سيركوليتنج كلنا نعرفه، السيركوليتنج ووتر باث شنو هو؟ سمات. نعم دكتور، شنو السيركوليتنج؟ الطريقة لو لا لا لا، هو شنو السيركوليتنج ووتر باث اصلا؟ هو الجهاز انه يدور المي بالتطبيقات المطلوبة، أوكي. مثل انزيمات تحتاج شكرا حرارة شكرا متجانسة. شكرا لك. زين، بما انه هو دي يداور مي، ذكرنا احنا هاي الاجزاء اللي بالملزمه، اكو جزء اضافي موجود بالسيركوليتنج ووتر باث ما موجود بالملزمه، شنو هو؟ من حسب فكرتك يعني انت دي تقولين هذا الووتر باث دي يداور مي. طيب هاي الاجزاء قدامك، الاجزاء الكهربائيه، ايش نحتاج حتى نداور مي؟ اي احمد، الماتور ماطور شنو؟ هو اللي يسبب دوران المي. ايه شو اسمه؟ دكتور، ماطور هو مال الاهتزاز، ماطور منظم حرارة. الاهتزاز. نعم، رقم ثلاثة منظم حرارة، منظم حرارة بعد، سخان ما بعد ما سخان ما بعد. أحد عنده حوض سمك؟ دكتور غطاس بعد حط سمك، من عنده حط سمك؟ شكلكم صدق كثير من المائب، صدق ما عندكم حط سمك؟ شايفين احنا يعني شايفين الماطور اللي داخل الحوض. عمد ماطور مال مي، شلون ادور المي غير ماطور مي عندي؟ اكيد دكتور راح يطلع المي ويرفع المي. صارت اكيد، صار لي ساعه اسال شنو المكون الاضافي اللي ما موجود بالملزمه؟ احنا بما انه احنا دا نقول سيركوليتنج ووتر باث، فاحنا دا نريد فد شيء داور المي، كل الاجزاء موجوده، الهيتر، الكونتينر، الثرموستات، الثرموميتر، كلها موجوده، بقى بس الشيء اللي دا يداور المي اللي هو ووتر بام مي. اسمه؟ نعم، ووتر بام، ووتر بام، مطور مي لو قايلها بالعربي هم انا مقبوله، مطور مي. شو ما شايفين مال شو اسمه احواض السمك ماطور المي الغطاس اللي بيهن؟ شايفين دكتور، خلاص يدور مي. شباب وبنات انتوا شنو وقتكم وين؟ لا لا حوض، لا حوض سمك موجود، لا مفصخ ما عندنا حوض سمك، ما عندنا حوض سمك. لا مفصخين جهاز، لا مسوين شغله، شنو؟ ايش تسوون في حياتكم؟ تكنيك دكتور، تكنيك. نرجع الباور سبلاي، نفس الحكي، نحتاج انه نغير من 220 من اي سي الى دي سي حتى نشغل الكنترول بانل. الهيتر، الهيتر ذكرنا وين الافون الهيتر، الهيتر هو ذكرنا انه هو يحول الكهرباء الى حراره بمقاومه معينه يولد لنا حراره. الثرموستات قلنا هو، من يذكر تعريف الثرموستات؟ يعني شرح مو تعريف دكتور. اي 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 اوكي، يعني دكتور من يصير درجه حراره معينه يفصل الثرموستات. يفصل الثرموستات، من يذكر الشرح دكتور؟ حتى نتحكم درجه الحراره، حتى نتحكم درجه الحراره، من يذكر تعريف او شرح الثرموستات الهندسي يعني؟ دكتور هو حساس، اي
عبارة عن حساسات. اوكي اللي اغلبكم انا تتذكروا حساس. الدكتور هو حساس من توصل درجة حرارة معينة راح يفصل ايه التيار الكهربائي. يفصل التيار الكهربائي. اوكي مقبولة يعني الى حد معين. دكتور هو الثرموستات. جهاز؟ اي غدير أيوه. واخيرا. دكتور والله استوعب جنت. ايه دكتور هو جهاز نقدر نقول انه يتحكم بدرجة الحرارة آليا، يعني نعم سواء كان مثلا تدفئة او تبريد، ويحافظ اوكي على درجة حرارة معينة، يعني أكثر الحرارة شيء يستخدموه بالفنادق وبالبيوت وهيك سوالف. صحيح غدير شكرا. اغلب التعريفات اللي تذكروها تذكر وظيفة واحدة من وظائف الثرموستات وهي ودار دكتور فتح وأغلاق كهربائية دكتور. دائرة فتح واغلاق. الثرموستات بتعريف البسيط يقول هو حساس حرارة يؤدي لنا وظيفة معينة لما توصل الحرارة ليفل معين يؤدي لنا وظيفة معينة. مو شرط قلنا يطفي ويشغل بالكهرباء، مو شرط يطفي ويشغل بالكمبريسر. قلنا في بعض الأجهزة هو يتحكم بقوة الكمبريسر مثل الأجهزة الانفيرتر. بالانفيرتر الكمبريسر ما يطفى بينما يقل أداءه، فهو ما دي يطفي لنا الكمبريسر، هو دي يقلل لنا أداء الكمبريسر وإلى آخره. فالتعريف الأوضح إله لو كان التعريف يعتمد على حكيكم انه هو بس يطفي لنا ويشغل لنا بالكهرباء، معناتها ما راح نقدر نستخدمه بباقي الوظائف، ما راح نقدر نستخدمه بباقي الاجهزه. فلهذا دا اقول لكم دائما التعريفات مهمه هندسيا وضع مجال عملنا. واضحه الفكره؟ جيد. فهو السنسار يتحسس الحرارة إلى حد معين، يسوي لنا فد شيء معين إلى آخره. used to protect the device. صراحة هو مو ما يحمي لنا الجهاز، يعني هو مو هدفه حماية الجهاز، هو هدف التحكم بالحرارة. A temperature indicator. thermometer قلنا أكو أشكال وأنواع. thermocouple أكو سنسرات، أكو زئبقي كحولي. thermometer أشكال وأنواع. انواع الثرموميتر هنا انا اشرح لنا. الثرموميتر الميكانيكال اللي هو يعتمد على اكسباندنج فاكتور، عوامل التمدد مال ديفرنت ماتيريال مثل الزئبق. محرار الزئبق اللي نستعمله بالبيت الطبي يعتمد انه اي ماده بالحراره تتمدد، فالزئبق يتمدد بحراره معينه وثابته ونسب ثابته قايسيها من ال 1700 وشويه. يتمدد لليفل معين، كل ما تصعد الحرارة أو يتقلص لليفل معين من تنزل الحرارة. يستخدم طبعا أكثر من الكحول. المقياس الكحولي يستخدم بالحرارة البسيطة لأن الكحول تمدده أعلى وتبخره، درجة تبخره نقطة غليانه وتبخره أقل من الميركوري، فما يستخدم في كل مكان. الإلكتريكال ثرموميتر اللي هي تعتمد على التوصيل الحراري عفوا التوصيل الكهربائي والآخرين، يعني مو شغلات مهمة. أوكي تقروها يجوز يجيكم فراغ بسيط، يعني أنواع مثلا، بس مو تعال اشرحوا لي مبدأهن. مبدأهن أنتوا تروحون تقروا للي يريد يتعمق بيه. تايمر أكو إلكتريكال ميكانيكال، اغلبها حاليا تايمر الكتروني نحدد ليفل معين. المايكرو بروسيسور او المايكرو كنترولر يحسب ايش قد نحتاج وقت ويعطينا اوامر يشغل ويطفي بالجهاز. فيوزات تحمينا من التيار العالي. كنترول بانل بها عدة تحكمات وانديكيتورات والى اخره. هاي كانت الملزمة. ما أعتقد بعد عندنا شيء. ممكن نشوف بس أشكال الووتر باث المتعددة. أكو بي عدة أشكال. يا الله سمو وقتك. أكو بي عدة أشكال، عدة أحجام، أنواع متعددة. ذكرنا الطرق الوركينج مود مالته، ذكرنا استخداماته. هاي مثلا هنا أنا حاطين فد عينة معينة بووتر حتى يسخنها لليفل معين إلى آخره. فهو أغلبه مختبري وليس طبي بالدرجة الأساس.
هذا ووتر باث اميرشن، من نوع اميرشن هيئات الهيتر. هذا ووتر باث وميش، وميش غالبا يكون بيكفر على مود يمنع الأتربة وإلى آخره. الصيانة مالته طبعا هنا أكفد نقطة مهمة ما مذكورة بالملزمة، أنه إحنا عندنا درين فالف، هذا لازم لازم بالووتر باث أكو درين فالف، بوري صغير يفرغ لنا المي. ما من المعقول أنه إحنا نشيل الجهاز ونكب المي هيك، لا بوري صغير. طبعا الووتر باث ينصب قرب سينك، بور صغير نفرغ المي من عنده، ندخل نحط له مي مقطر فقط على مود لا تترسب الأملاح والمعادن بالجهاز، على مود درجة الحرارة، على مود تكون 100 ضبط الغليان مالته وإلى آخره. صيانته بسيطة، صيانته الدورية هي تنظيف، بعض الأحيان يحطوا له شوية حامض الخليك أو ليمون أو غيرها حتى يشيلون الرواسب اللي تصير عليه. بعض الأحيان التقطيم يصير بنعقمه هو نفسه، بس نحط به مي ونحط على المية، راح يغلي راح يعقم نفسه بنفسه. هاي يعني ملاحظات شوية سريعة عنه. الهيتر ممكن يعطى الفيوز، طبعا هذا من نوع اميرشن أيضا، هيات الهيتر ظاهري. لتشوفون الفرق بين الهيتر الظاهري وبين الأضلع اللي كانت تستخدم لزيادة المساحة السطحية. رقم 77 ممكن تسوي ميوت شوية، أو راح أسوي لك أنا ميوت يعني اختار. شكرا. هذا من نوع اميرشن، هاي هنا أنا انكوب، هذا ووتر باث طبعا على السخان، على الطباخ حاطين بي فرشي وغيرها. هاي شاشة انالوج، او عفوا انالوج كنترول بانل اللي هي دقام ونوبات والى اخره. هاي ديجيتال كنترول بانل اللي هي شاشة واوبشنات والى اخره. اي احد عنده سؤال او استفسار عن الجهاز قبل ان ننهي المحاضرة؟ دكتور، هو جهاز تعقيم قديم؟ لا يعني جيد قديم تقصد بال من اكتشفوا الباسترايزيشن اللي هي عملية الباسترا ويا لويس باستور؟ اي العفو دكتور، يعني ما فهمت فايدة شنو هو من صناعته. الله احمد التوجت بداية المحاضرة، هو بداية المحاضرة ما موجود دكتور. ها جيد، اللي ما كانوا بداية المحاضرة اكو فد ملف وورد راح ندمجه ويا الملزمة هذه. هذا الملف الوورد بتعريف الووتر باث شنو فائدته، قلنا هو حاليا من المستحيل ان يستخدم بالتعقيم. احمد التعريف مالتك التالي: It's a laboratory equipment، ما جهاز مختبري، which can heat up water to a desired temperature as well as maintain it، وظيفته يسخن لنا المي لدرجه حراره معينه مرغوبه احنا رايديها ويحافظ لنا عليها لفتره طويله من الزمن. شنو فائدته يا أحمد؟ It's used، يستخدم to incubate samples in water at a constant temperature over a long period of time. وظيفته أنه يسوي لنا حاضنة، بيئة حاضنة حرارة معينة لعينات معينة ولفترة طويلة من الزمن. إيش عندنا إحنا؟ بعض العينات بالمختبرات نريد نزرع خلايا، نريد نسوي تفاعل معين، نريد نسوي تفاعل انزيمي معين، فشو نسوي؟ لازم نوفر لهن حراره، حراره مطلوبه. لنفرض انه التفاعل الفلاني بين الماده اي والماده بي يتطلب حراره 50 ولمده نص ساعه. هاي الحراره شلون حنوفرها؟ نوفرها من خلال الووتر باث. نزيت الووتر باث على حراره 50 ولمده نص ساعه، نخلي المحلول اللي هو بماده اي وماده بي راح يتفاعل هذا المحلول بالحراره اللي وفرنا له اياها ويطلع لنا الماده اللي احنا رايديها من ناحيه التفاعل. من الناحيه الثانيه incubating cells، تكاثر الخلايا. الخلايا تحتاج في درجه حراره معينه اللي هي مو درجه حراره الغرفه، لنفرض تحتاج 37، حراره الغرفه 25. نوفر هاي ال 37 ونوفر طبعا وياها جزء shaking circulating الى اخره،
حتى نوفر بيئة حاضنة. بيئة حاضنة، البيئة الحاضنة هي بيها كل مميزات أو كل خواص الحضانة والنمو إلى آخره. حنوفر بيئة حاضنة للخلايا حتى تنمو وتتكاثر. آية فوائد يعني مختبرية، وضحت أحمد؟ إذا ما واضح وضحت شكرا نعيدها دكتور. مرة أخرى. واضح شكرا دكتور. أهلا وسهلا. أكو واحد بعد عنده استفسار أو سؤال مرة ثانية؟ دكتور حضور الحضور الإلكتروني على قد الفترة اللي قضيتها بداخل المحاضرة. أكو أحد بعد عنده سؤال أو استفسار؟ أعتقد شوية حنواجه مشكلة بين محاضرة النظري والعملي، خصوصا بهاي الملزمة، لأن محاضرة العملي تعتمد على ملازمة دورة. ما أعرف إذا الأستاذ عصام راح يشرح لكم على ملازمة دورة أو حيغير لكم، بس بالنسبة لي أنا حغير وأريد التغيير، ما أريد هاي الملزمة. دكتور احنا ملازم عملي ما عندنا بس ثلاثة، الثانية والأولى والخامسة، ليش؟ ما عندنا لا رابعة لا ثالثة. أكو طالب مرة قال لي إنه أستاذ نزل ملازمك، يعني أخاف كان خابط بيني وبين العملي. اي دكتور هذا خابط، لا ملازمك كاملة. يعني حاليا أنتو كم محاضرة أخذتوا بالعملي؟ دقيقة طلاب، خلينا ننهي التسجيل ونسولف ثواني.